أحسن الله إليكم رسالة السائل إبراهيم محمد من السودان، يقول بأنه حج قبل 4 سنوات وقام بأعمال الحج مرتبة، إلا أنه يقول سكن في أيام منى خارج منى بنصف كيلو أو أقل خارج حدود منى، فهل علي شيء في ذلك؟ إن كان بحث في منى عن مسكن أو مكان يقيم فيه أيام التشريق ولم يجد، يعني يبيت فيه ليالي أيام التشريق ولم يجد، فلا حرج عليه لأنه غير مستطيع، والمبيت بمنى واجب مع الإمكان. فإذا لم يمكن، لم يجد مكانا ولم يستطع أن يبيت في منى وبات في مكان قريب منها، فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لا واجب مع عجز، هذا عجز. أما إذا كان مهملا ولم يبحث عن مكان واكتفى بأنه ينزل خارج منى وهو لا يدري هل في منى مكان لها أو ليس فيها مكان، فهذا مهمل، هذا مهمل وعليه فدية، عليه الفدية بدل المبيت في منى. نعم.